عود لسانك أن تقول أحبك لمن تحب، وآسف إذا أخطأت، أحبك إذا أحببت. طب هذا كلام مسلسلات؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. الحب في عقيدتنا متأصل. قال: يا رسول الله، إني أحب فلان. قال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. راح قل له: أحبك إذا أحببت، آسف إذا أخطأت، شكرا إذا خدمت، لو سمحت إذا طلبت، أبشر إذا طلبت، أحسنت إذا حفزت، السلام عليكم إذا دخلت أو خرجت. أيها الكرام، وأنا أقول لكم أحبكم.